مرضى. يشهد العالم هذه الأيام تغيرات جوية غير معتادة ترجع إلى الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. خلال الأيام الأخيرة شاهد العالم ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات هائلة تضرب أجزاء كبيرة من الدول وجارفة أدت إلى انهيار المنازل وانقطاع الكهرباء وجرف عدد هائل من السيارات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن مصرع 7 أشخاص في إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة والانهيارات الأرضية، حيث تواجه إيطاليا سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأيام الأخيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة توسكانا وأودت بحياة 7 أشخاص وتسببت في فيضانات جسيمة، كما تم انجراف عدد كبير من المركبات إلى البحر على شاطئ لاجونا بولاية سانتا كاترينا في البرازيل بسبب الأمواج القوية والرياح الشديدة الناتجة عن تأثير الإعصار الذي يضرب المنطقة. وتتصاعد تأثيرات تغير المناخ على القارة الأفريقية بشكل كارثي بعد نزوح الآلاف وموت العشرات بسبب فيضانات مستمرة منذ أسبوع تضرب بعض المناطق في الصومال والقرن الأفريقي منذ بداية 2023. بعد عام من تعرض هذا الحيز الجغرافي لأسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود، حيث أدت الفيضانات المفاجئة التي ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مصرع أكثر من 20 شخصا وتشريد مئات الآلاف. ومنذ بداية الشهر تسببت الأمطار الغزيرة في الصومال وكينيا وأثيوبيا بحدوث انزلاقات أرضية وغمرت المياه القرى والمزارع بالمياه. أما في كينيا يتم إنقاذ العالقين بمروحيات وسط الفيضانات التي تسببت في انهيارات أرضية وجرفت المركبات وحاصرت المنازل. وفي جمهورية الدومينيكان أمطار غزيرة وفيضانات خطيرة بسبب فيضان النهر، وتم الإبلاغ عن إصابات وعدد من المفقودين. وفي فرنسا بقي أكثر من 1,200,000 شخص بدون كهرباء، كما تم جرف عدد هائل من السيارات وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما تم إرسال بعض المروحيات لإنقاذ العالقين بعد أن غمرت المياه ملايين المنازل. Ah, Bélozane. Bélozane, ouais. Mais j'en reviens de Bourges, ils ont 1,60 m dans les mains. وفي ماليزيا فيضان قوي يصيب البلاد بالشلل بعد الأمطار المتواصلة التي أدت إلى حدوث فيضانات شديدة في مدينة شبراجايا. وفيضانات غير عادية لشلالات على حدود مقاطعة ميسيونس الأرجنتينية وولاية برنا البرازيلية.
أمطار قوية وعواصف وسيول تشهدها معظم مناطق المملكة بعد تحذيرات عاجلة من تجدد أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة، وتشهد البلاد تأثيرات من قوة العواصف والأمطار بعد أن هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية شرق السعودية. حيث شهد على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، في ظل استمرار حالة الطقس الممطرة التي تشهدها المملكة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتتأثر بأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وزخات من البرد، وأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. كما شهدت منطقة الجوف تجمع مياه الأمطار التي أدت إلى سيول أغرقت الشوارع والطرقات، ويشهد البحر الأحمر رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.